نداء لجميع الشعب العربي، إذا أنت بتفهمش بالطب مشان الله لا تفتي. في يوم من الأيام أذكر كان والدي الله يرحمه كان معاه شريط دواء، فقال لي هذا الدواء بدي إياك تشوف لي كويس ولا لا. أبوي الله يرحمه كان معاه سكري، فواحد جاره ختيار أعطاه دواء بيشبه الجلوكوفيج اللي هو بأخذه، قال له هذا الدواء للسكري حبة بحبة خذه وما عليك. بتطلع على الدواء بكتشف انه تيجريتول. صحيح انه شكل الشريط او شكل الحبة بيشبه الجلوكوفيج بالضبط، لكن هذا دواء لمرض وهذا دواء لمرض ثاني خالص. وابوي كان ياخذ جرعة كويسة، يعني كان بده ياخذ كل مرة 3 حبات، يعني 3 حبات يتشنج بعدها يموت. فقلت له مين اعطاك اياه؟ قال واحد حج قال لي شربته وتحسنت عليه. قلت له طيب، واللي بتحسن عليه الناس لازم انت تتحسن عليه؟ بالشرط. فقال لي كويس اني سألتك. رمى الشاهد من الكلام، نداء لجميع الشعب العربي، إذا أنت بتفهمش بالطب مشان الله لا تفتي. يا مناس انشلت، يا مناس انعمت، يا مناس كان مفروض الطيب من المرض بيومين 3 قعدوا شهور وسنين لما طابوا، يا مناس خسرت نظر أو سمع أو خسرت حياتها من وراء نصيحة من بني آدم ملوش أي علاقة بالطب. وأنا ما بتكلم بس عن الناس اللي تعليمهم قليل أو الناس اللي ما تعلموا أصلاً، حتى لو أنت قاضي، حتى لو أنت مهندس، حتى لو أنت طيار، حتى لو أنت معك كل شهادات الدنيا لكن مش في مجال الرعاية الصحية لا تفتي بالطب. لو معك دكتوراه بالقانون لا تفتي بالطب. لو أنت مساعد وزير الداخلية لا تفتي بالطب. لو أنت رئيس دولة لا تفتي بالطب، تخلي كل اختصاص لصاحبه. أما تيجي تقول لي هذا الدواء جربته ونفع معي، ما هو نفع معك يمكن ما ينفع معي. أنا بوجهني أي شيء بروح على دكتور قال لي خذ هذا الدواء باخده. مين انت اناقشك ومين انت استشيرك؟ حتى لو كنت مهندس، حتى لو كنت قاضي، حتى لو كنت معاون وزير، حتى لو كنت نائب رئيس دولة، انا باخدش الطب الا من الاطباء. جرب روح على قسم الطوارئ باي مستشفى حكومي وشوف العجب. بتلاقي الواحد قاعد باخذ محلول لانه عنده مغص كلوي، واللي جنبه بقول له شو بدك في هالهبل، ارب كل هالادوية هالجلوكوز وروح جيب عشبة اسمها رجل الحمامة او شوية بقدونس اطحنه وذوبه في شوية مي واشربه. وليش الله خلق الطب؟ لا تتحملوا خطيئة الناس، هذا اللي بموت بكرة بده يسألك يوم القيامة.